أهلا بكم. مرر بعد طول انتظار مجلس النواب الموازنة العامة في العراق للعام 2024. اللجنة المالية البرلمانية قالت إن الموازنة الجديدة تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات كافة، لكنها اعترفت أيضا بخلو هذه الموازنة من سلم الرواتب أو أي تعيينات جديدة. ويقول الاقتصاديون إن الموازنة لم تتضمن إطلاق أي تعيينات جديدة مع ارتفاع النفقات، وفي نسبة العجز المالي هناك نسبة عجز مالي كبير، بينما قال خبراء ماليون آخرون إن الدرجات الخاصة هي الثقب الأسود في الموازنة المالية الجديدة، لأن عدد الدرجات العليا من وكيل وزير فما فوق يبلغ 768 درجة. كما أن الإنفاق العسكري صار يزاحم في هذه الموازنة الإنفاق المدني في الموازنة الجديدة طبعا، حيث بلغت التخصيصات المالية للأمن نحو 29 مليار دولار، وبلغت قيمة الموازنة نحو 153 مليار دولار لكل عام، وتتوقع عجزا ماليا كبيرا يقدر بنحو 48 مليار دولار سنويا، وهو يعد الأول من نوعه في موازنات الأعلى يعد الأعلى من نوعه في موازنات العراق بعد العام 2003. وجدد اقتصاديون تحذيراتهم السابقة من الاعتماد المزمن لموازنات العراق على إيرادات النفط فقط وتبعات انخفاض أسعاره وتسببها بأزمة مالية كبيرة، قد تجد الحكومة في النهاية نفسها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين في القطاع العام. وتتضمن الموازنة الجديدة عجزا كبيرا بسبب الديون الخارجية والداخلية وارتفاع النفقات التشغيلية أكثر من الاستثمارية بسبب هذه التعيينات التي بلغت أرقاما كبيرة دون تخطيط حقيقي وأصبحت عبئا حقيقيا على كاهل الدولة في العراق. الموازنة العامة لسنة 2024 والعجز المالي الكبير والإنفاق الحكومي الهائل هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها عدد من الأسئلة. هل فعلا أن الموازنة الجديدة تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات كافة كما تقول اللجنة المالية البرلمانية؟ وما المخاطر المترتبة على اعتماد موازنات العراق على إيرادات النفط فقط وتبعات انخفاض أسعاره على دفع رواتب موظفي القطاع العام؟ ولماذا يقول الاقتصاديون أن الموازنة الثلاثية لم تأتي بجديد بشأن الوضع المالي والاقتصادي السيء والمتردد في العراق؟ وما الصدمات الخطيرة التي قد تنتج من مواصلة التوسع في الإنفاق الحكومي السنوي والمراهنة فقط على ارتفاع أسعار النفط؟ ضيف الطاولة زياد الهاشمي طارق الأنصاري. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث الحلقة في الموازنة الجديدة التي أقرها أو مررها البرلمان، موازنة العام 2024، والمشاكل والسلبيات والعجز والإنفاق التي تضمنتها هذه الموازنة. ضيف الطاولة الدكتور الأستاذ زياد الهاشمي، إن شاء الله يكون دكتور، هو طالب دكتوراه، زياد الهاشمي خبير اقتصادي عبر سكايب من لندن، ومعنا أيضا الدكتور طارق الأنصاري خبير اقتصادي ومالي عبر سكايب. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مرحبا. نبدأ مع أستاذ زياد في لندن. نعم الموازنة الجديدة أستاذ زياد قالت أنها تضمنت وفرة مالية كبيرة للمحافظات والوزارات، طبعا قالت اللجنة المالية البرلمانية أن هذه موازنة ستكون فيها وفرة مالية للمحافظات، تركيز على بنى تحتية، على مشاريع استراتيجية، يعني أثنت كثيرا على هذه الموازنة. فعلا هذه الموازنة فيها وفرة وقد تغير من الواقع الخدمي أو الاستثماري يعني شيئا ما؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ ماجد والأستاذ الدكتور طارق والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. يعني كتوصيف سريع الحقيقة لهذه الموازنة، نعم، وربما هو توصيف ينطبق على كل الموازنات العراقية من بعد 2003 لحد اليوم، اللي هي يعني موازنات استهلاكية انفاقية بامتياز وليست موازنات برامج وخطط. وهذا الحقيقة يحيلنا يعطينا جواب ربما بشكل مباشر على الصياغة التي قدمتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أو تعقيبا على جداول موازنة 2024.
نعم هناك مخصصات في تخص الوزارات بالتأكيد وتخص المحافظات، لكن هذه ليست ربما يعني نهاية القصة. المسألة هنا تتعلق بطبيعة إدارة هذه المبالغ، طبيعة إدارة الإنفاق، ضبط مسألة منافذ الفساد وتبديد رؤوس الأموال أو الأموال العامة. هناك الكثير من الحقيقة من علامات الاستفهام في هذه المسألة. كذلك هناك تناقض واضح في نفس التقرير الذي أصدرت اللجنة المالية عندما ذكرت بشكل واضح أن هذه الجداول، جداول 2024، موازنة 2024، تخلو من زيادة التخصيصات بدعم القطاعات الزراعة والنقل والإسكان والتعمير والإنشاءات، وبالتالي هناك نقص أو تردي في تخصيصات لهذه القطاعات الحيوية التي ربما هي في صلب نشاطات الوزارات العراقية وكذلك بالنسبة لإدارات المحافظات داخل العراق. وبالتالي التناقض هذا يعطينا أن هناك ثمة مشكلة حقيقية في توزيع يعني موارد الموازنة بشكل عادل، بشكل منهجي، بشكل صحيح. نعم دكتور طارق الأنصاري، مساء الخير. مساء النور. الاقتصاديون يقولون أن الموازنة الثلاثية ومنها موازنة 2024 الحقيقة لم تأتي بأي جديد، بأي معالجة، بأي رؤية، بأي مقاربة لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي المتردي المضطرب غير المستقر. هذا الكلام دقيق؟ شكرا لك أستاذ ماجد وللأخ الدكتور الزميل زياد. أهلا وسهلا. في الحقيقة خلي نحلل ونفسر موضوعة الموازنة. نعم. بشكل علمي ومنهجي له انعكاسات واضحة على البرنامج الحكومي. كل الموازنات هو انعكاس للبرنامج الحكومي، والبرنامج الحكومي يتوقف على معيار وهو الأداء وكفاءة الأداء. اقتصادنا بالوقت الحاضر يعتمد سواء في السياسة النقدية أو السياسة المالية أو السياسة الاستثمارية، يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل كامل بنسبة 95.5% الحقيقة من إجمالي الإيرادات، لأنه يعتبر النفط هنا من ضمن الناتج المحلي والإجمالي للدولة العراقية هو النفط، والنفط دائما يضع كل الأسواق العالمية وكل اقتصاديات العالم يضعها في مأزق حقيقي، وإحنا نسمي الفوركاستنج الابتعاد عن التنبؤ بشكل صحيح ومنهجي، يجعل من اقتصاديات العالم دائما في وضع مقلق للغاية. وكون الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل نهائي وكامل على الإيرادات النفطية التي تتذبذب فيه الأسعار بين المتحقق وبين المعلن، تلاحظ أنه دائما تصير انكسارات كبيرة. وعلى لي الحقيقة فد مقال بهذا الموضوع حول أنه أسعار النفط والثقب الأسود يهشم الاقتصاد العراقي. الحقيقة هذا الموضوع يرد توقف. احنا قلنا انه عندما توضع الموازنة يجب ان توضع بشكل علمي ومنهجي يستطيع ان يكون انعكاس هذه الموازنة على دخل الفرد وعلى التنمية المستدامة في البلد. البرنامج الحكومي للدولة العراقية حقيقة برنامج طموح. عندما تقرأ البرنامج الحكومي وتحقق الموازنات اللي موجودة، برنامج طموح، ولكن البرنامج الطموح يتوقف عند الأداء وكفاءته. لو تلاحظ أنه كل سنة يزداد أو يتوسع الإنفاق الحكومي، وهذا التوسع في الإنفاق الحكومي، يعني لو تلاحظ أنه سنة الموازنة في 2022 موازنة فيها فائض، في موازنة 2023 2024 هنالك عجز. هذه المشكلة اللي هي موجودة، ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 97 مليار دولار في سنة في 2022 إلى 126 مليار دولار 2024. الإنفاق الحكومي أوصل الموازنة إلى حد الإهلاك.
وهذا بالناحية الاقتصادية بالاقتصاد الكلي عندما نريد نحسب احنا ما الذي يجبر دكتور طارق ما الذي يجبر او يدفع الحكومة لزيادة هذا الانفاق الذي يهلك او يعجز او يدمر الموازنة؟ وهل الحكومة تعلم بهذا المآل لهذه الموازنة نتيجة هذا التوسع في الانفاق الحكومي؟ الانفاق الحكومي اكثر من ثلثي الموازنة يذهب وين؟ الى النفقات التشغيلية. نعم. والنفقات التشغيلية يجب ان لا تشكل بالاقتصاديات النموذجية او الطموحة لا يشكل اكثر من 10 الى 12% من اجمالي الموازنات اللي في الموازنة الحكومية بالعراق. هناك من يتحدث عن 60%، هل هذا دقيق؟ لا لا، اكثر من 60%. اكثر من 60%. نعم، للانفاق التشغيلي العام. لذلك ظهر تقرير صندوق النقد الدولي حول العراق بنقاط. النقطة الأولى أنه ارتفاع وتوسع في الإنفاق الحكومي للدولة، تذبذب الإيرادات، الانخفاض في مستوى الإيرادات. هذه حقيقة كلها أعطت نماذج أنه صندوق النقد الدولي تدري هو يصدر على كل العالم، يعني عنده تقرير السنوي، عنده تقرير نصف سنوي حول مجريات ومن حياة أداء الاقتصاد. هسه لو أعطيك فد أرقام حول موضوع كيف انه يتم عمليه الاساءه الى اداره المال العام وعدم التمكن من اداره المال العام بالاتجاه التنموي الذي يجعل من التنميه المستدامه والحوكمه في اداره الاقتصاد العراقي. دكتور اشكرك على انت الارقام راح تنطيناها، بس اسمح لي ناجل الارقام ونسمعها، بس نروح في نفس النقطة لضيفنا زياد بلندن نسأله وأرجع لك على أرقامه وإن شاء الله أعطيك الوقت الكافي. الأستاذ زياد، مثل ما تحدث الدكتور الأنصاري أنه أرقام الإنفاق في التشغيل العام هائلة جدا في هذه الموازنة، بلغت 211 تريليون دينار، وواضح أنه هناك نهج حكومي استهلاكي توسعي غير مدروس. أنت تحدثت طبعا هذه النقطة في تغريدات على منصة إكس، استغلال وفورات المالية من بيع النفط في زيادة الصرف والاستهلاك بدل من توجيه الإيرادات للتنمية وتحريك الاقتصاد والمجال الاستثماري. هل الحكومة عاجزة، غير قادرة، فاشلة ألا تدرك مخاطر هذا التوسع الاستهلاكي والذهاب إلى الاستفادة من هذه الوفرات المالية في منافذ تعود بالنفع أو الفائدة على الاقتصاد العراقي؟ عاجزة، فاشلة، ما التفسير؟ نعم، يعني بشكل واضح اليوم تفضلت الأستاذ ماجد ذكرت أنه احنا عندنا 211.9 تريليون دينار. نعم. 74% من عدها هي مصاريف تشغيلية، يعني رواتب وإعانات اجتماعية وغيرها. 175 تريليون دينار عراقي تذهب حقيقة لهذا الجانب. عندنا ارتفاع 9% مقارنة عن يعني مخصصات عام 2023. في المقابل عندنا انخفاض في الموازنة الاستثمارية الرأسمالية المتعلقة بالمشاريع ودعم القطاعات التنموية، عندنا انخفاض 1%، يعني زيادة في معدلات الانفاق الاستهلاكي والتشغيلي على الرواتب، وتخفيض في الموازنة المخصصة لدعم القطاعات الصناعية والتنموية. هذا يعطيك مؤشر أن رغبة الحكومة واستراتيجيتها في هذه المرحلة أن تغطي جوانب التشغيلية التي هي بشكل واضح هي تعتبر عنصر ضاغط بشكل كبير على المالية العامة وعلى الحكومة. وهناك متطلبات، يعني اليوم إذا انقطعت أو تم تقليل الرواتب ما هي التبعات؟ مشكلة كبيرة. التبعات أو التداعيات السلبية لهذا التوسع في الإنفاق التشغيلي العام بحيث يستحوذ على ثلثي الميزانية، ما هي التبعات السلبية؟ نعم. مخاطر كثيرة، أولها مسألة العجز. إحنا اليوم عندنا دا يصير عندنا عجز متراكم. 2022 يعني كان عندنا مثل ما تفضل الدكتور كان عندنا يعني نوع من الوفرة غطت لنا، لم يكن هناك عجز. عام 2023 حسب تقرير 128 صندوق النقد عندنا 44% عجز. كم هذا العجز في هذا العام؟ 55 60%، وهذا الرقم فيه تصاعد.
هذا المشكلة ستدفع الحكومة عاجلا أم آجلا إلى مسألة يعني حلول مؤلمة. أولها مسألة الاقتراض، وذكرت بشكل واضح من يعني تقرير المالية يعني اللجنة المالية، 53% من العجز سيتم تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي وال يعني عمليات الاقتراض الداخلي وحتى الخارجي. هذا يزيد عبء حقيقة على المالية العامة وعلى يعني ميزان المدفوعات العراقية، ويكبل الحكومة في مسألة الانفاق. اليوم عندنا موازنة استثمارية، هذه الموازنة الاستثمارية ستكون هي الحلقة الضعيفة الحقيقة. أي إشكالية وعجز ربما بعد الاستدانة يروحون على الموازنة الاستثمارية التي هي تحرك الاقتصاد، تحرك القطاعات التنموية، ويتم استقطاع يعني من هذه المليارات المخصصة المحدودة ودفعها كرواتب ودفعها كمنح ومعونات. الحكومة تدرك أن هذا النموذج خاطئ، هذا النموذج الحقيقي غير مستدام، لكن عملية الانتقال من مسألة يعني موازنة الانفاق. انت كتبت الحكومة تعتمد الانفاق. يا زياد كتبت ان الحكومة تعتمد اسلوبا تحايليا غير الحقيقة غير نعم. مقبول. هذا 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 في الشق الذي يعني يبدو ان الحكومة تحايلت في التلاعب في سعر البرميل التخطيطي في الموازنة. نعم. احنا العام كان عندنا 70 دولار سعر البرميل، وتحدثنا كثيرا على مخاطر هذه المساله، كان بحدود فرق 7-8 دولار عن يعني الاسعار الحقيقيه. اليوم السعر تم رفعه حتى يحدث نوع من التغطيه على حجم العجز، العجز بدل ما يكون 81 تريليون بسبب هذا الرفع في سعر البرميل التخطيطي، سوى لنا 64 مليار حتى او 64 تريليون دينار عراقي. هذا الحقيقه التلاعب، وهذا حقيقه غير يعني في عدم شفافيه، ويجب ان تقف الحكومه مع نفسها وان تتخذ الحقيقه بعض الاجراءات لتصحيح مسارها، والا المساله الحقيقه لن تكون في صالحها ولا صالح المجتمع ولا الشعب العراقي ولا الاقتصاد العراقي. اشكرك دكتور، خليني اسالك وبعدين انت اذهب للارقام اللي وعدتنا ان تعطينا اياها. الحقيقة الحكومة تقول طبعا العجز في الموازنة الجديدة هو تعترف ب 66 تريليون دينار عراقي، لكنها تقول الحكومة أنها ستقلص هذا العجز من الفارق في أسعار النفط. هذا الفارق راح تقضي عليه بالاستفادة من أسعار النفط. طبعا طرق لها زياد أنه وضع أسعار بطريقة تلاعب أو تحايل. تستطيع الحكومة فعلا تقلص هذا العجز؟ الحقيقة هو أني تدري دكتور زياد يعني يتحدث بموضوعية الحقيقة وهذه، ولكن أني يعني الحقيقة التعبير القاسي بخصوص التحايل أنا ما أدخل بهذا الموضوع. احسبوه علي أنا أقول تحايل تلاعب. جميلي تمام أستاذ زياد يعني وأخ عزيز، ولكن أني شنو تفسيرك أنت دكتور، شنو تفسيرك أنت؟ الاضطراب الاضطراب الاقتصادي وعدم إدارة المال العام بشكل صحيح يؤمن سلامة وصول الوفورات المالية إلى مكان قنوات توزيعها. يعني لو تأخذ بالسياسة النقدية، شوف قبل ما هذه أكو فد موضوع الحقيقة ما أثرته، ترى أكو قرار أمريكي حكومي بتمديد الولاية على الإيرادات النفطية العراقية. نعم. موجود وقع الرئيس الأمريكي بايدن. نعم. الحق معناه أنه الاقتصاد العراقي مرهون بمن؟ بالسياسة الأمريكية. إذن أي سياسة، شوف أنا لا أحب أتكلم بالسياسة لأن السياسة موضوع تاريخ. نعم. الاقتصاد هو أرقام متحققة. نعم. شوف راح تأثر وين علينا؟ احنا نعرف كل زين ايرادات النفط تذهب الى الفدرالي الامريكي والدي اف اي، هذا موجود هناك، وبعدين يبدي تسديد العراق على شكل دفعات. اداره المال العام يعتمد في السياسه النقديه على معادله المعروض النقدي يجب ان يتناسب مع المعروض السلعي. نتيجه هذه حدث اضطراب. شوف الاضطراب وين صار، ارتفاع حجم العملة المصدرة يعني اللي تقابلها مواد وسلع وخدمات. نعم. من 82 تريليون إلى 99 تريليون.
انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية من 148 إلى 141 تريليون، ارتفاع الدين الداخلي من 66 إلى 73 تريليون، انخفاض الاستثمارات الأجنبية من 27 إلى 17 تريليون مع ارتفاع وتوسع في النفقات التشغيلية من 60 إلى 90 مليار دولار. هذه الحقيقة ليست بسياسة نقول عليها رشيدة باتجاه النهوض بمستلزمات العمل والتنمية المستدامة. احنا ما عندنا تنمية مستدامة، احنا عندنا مشاريع متلكة منذ عشرات السنين الآن يبدون ينفذون على تنفيذها. طيب المبالغ اللي صرفت عليها أين ذهبت؟ ذهبت للخزينة المفروض، ولكن المشكلة هي في إدارة المال العام. يعني يجب أن يكون بأيادي أمينة. شوف، ليس دفاعا عن تصرفات والأداء الحكومي، ولكن أنا أتابع يوميا، ولكن المشكلة هي المشكلة أكبر مما إحنا نتوقع. وعندما نضع التنبؤ في إدارة المال العام، إحنا فعلا راح نكون في مأزق ووقعنا في المنطقة الرخوة. ترى صندوق النقد الدولي ترى هو للتصور فد منظمة فتشي، يعني هم أو فتشي، ولكن هي تراقب أداء الاقتصاد. نعم. فدائما تقاريرها هي محايدة، يعني من تبع التسلسل الشسم الدول، فمن تقول أنه توسع في الانفاق الحكومي، إذن يجب أن يتوقف من ماسك الملف الاقتصادي العراقي وأن يأخذ هذه النقطة في نظر الاعتبار. اثنين، كيف نحول إحنا هاي المصاريف التشغيلية الكبيرة اللي هي تضم الرواتب وإعانات. طيب دكتور اسمح لي بس شوية مقاطعة، صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسات يعني مالية اقتصادية أخرى والخبراء الاقتصاديين والعراقيين وبهم الخير والبركة، عندما يواجهون حكومة المستويات الحكومية المعنية بالاقتصاد والمال بهذه الحقائق، يعني ماذا يكون ردهم؟ قد تلتقون أنتم يعني بمسؤولين حكوميين مع هذه التقارير أيضا تصلهم، شنو الرد؟ والله أحكي لك، عندما أنا دائما أضع هذه المقولة في كثير من السياسات الاقتصادية ووضع تحليلات يعني منطقية لكل الاقتصاد القياسي. نعم. يعني الاقتصاد الكلي بضمن الاقتصاد القياسي. نعم. شوف، عندما تتداخل السياسة مع الاقتصاد ويكون القرار السياسي هو الراجح والمتقدم، نعم، معناه أنه الاقتصاد وقع في المنطقة الرخوة والمنطقة الحرجة والمنطقة المضطربة. فيجب أن يكون الاقتصاد أولاً وبعدها السياسة، مثل ما الآن تعمل أمريكا. ترى أمريكا تعمل بالاقتصاد وليس بالسياسة. نعم. الدول المتقدمة في أوروبا تعمل بالاقتصاد وليس بالسياسة. الاقتصاد هو محور تقدم السياسة واتخاذ القرار السياسي. فلذلك عندما يدخل صندوق النقد الدولي وحتى البنك الدولي على الاقتصاد العراقي لهشاشة المنظومة الاقتصادية وعدم وجود معايير رصينة منهجية في إدارة المنظومة الاقتصادية، لحد الآن العاملين على إدارة المنظومة الاقتصادية من 2003 ولحد الآن هم نفسهم وهم جزء من المشكلة. يجب أن نضع برامج تنموية على مستوى مستوى السياسة وعلى مستوى وعلى مستوى التنمية وعلى مستوى الاستثمار. شكرا جزيلا دكتور، أعتذر من عندك، أعتذر أيضا، أستأذن من ضيفنا زياد في لندن ومن المشاهدين الكرام. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار بشأن الموازنة الجديدة التي أقرت أو مررها البرلمان في العراق. بعد الفاصل نعود بقوة معنا. العين بالعين والسن بالسن والباد الله. يعني لو يتم التحقيق، لا اليوم اكتشفنا مئات المقابر الجماعية اللي تم فيها قتل هذه المجموعات من شبابنا بالملابس المدنية.
هذه الجريمة الكبرى التي تعد واحدة من أكبر الجرائم في العصر الحديث، تغييب مئات الآلاف من المواطنين. لم يبقى أي مغيب، الكل تم تصفيتهم. مغدورين ينطينا زلمنا، ميتين ينطينا ياهم الحلبوسي، ما طول يضربيهم مغدورين. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث الحلقة في الموازنة الجديدة التي أقرها البرلمان في العراق لعام 2024. ضيفات طاولة الأستاذ زياد الهاشمي والدكتور طارق الأنصاري. زياد، الزيادات يبدو الكارثة في هذه الموازنة والموازنات السابقة هو عملية التوسع والاستطراد في الإنفاق التشغيلي العام والاستهلاكي. هناك من يتحدث وأنت منهم طبعا أنه هذا سيضغط بالنهاية على البنك المركزي وسيجبر على زيارة مبيعات الدولار إلى الأسواق المحلية لتوفير الدينار وبأسرع وقت ممكن للتغلب على هذه المشكلة. هل من شرح أكثر لهذه النقطة؟ نعم، الحقيقة عملت نوع من الإحصائية كتقديرات، لأنه إحنا للأسف ما عندنا أرقام دقيقة يمكن الاستناد عليها تصدر من الجهات الرسمية، ولا سيما البنك المركزي العراقي. نعم. وسومو، بالنسبة لسومو ربما هناك شفافية أفضل. على كل حال، إيرادات العراق خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام بلغت بحدود 36.5 مليار دولار. البنك المركزي العراقي باع من عندها من خلال النافذة كحوالات ونقد كاش للأسواق المحلية، باع بحدود 22.4%، وهذا يشكل 61% من إيرادات العراق النفطية تم بيعها وعرضها من خلال البنك المركزي العراقي. الشهر الماضي فقط إيرادات العراق 7.3 مليار دولار، البنك المركزي باع أكثر من 5 مليار دولار. فيعني هناك توسع في عمليات الحوالات، وهناك هبوط تدريجي في إيرادات العراق النفطية بسبب انخفاضات، مثل ما هو معروف، انخفاضات أسعار النفط بشكل تدريجي، وكذلك التقليص حصة العراق التصديرية، وبالتالي هذه العوامل عملت على تخفيض انخفاض حصة العراق من يعني من مبيعات الدولار. هذه كلها تعد عنق زجاجة. اليوم الحكومة العراقية إذا اتجهت إلى تنفيذ بنود جداول يعني موازنة 2024 ستحتاج إلى ربما 30% و40% من هذه الأرقام. اليوم البنك المركزي العراقي يعمل بكامل طاقته ربما التي لديه من أدوات، عن طريق الحوالات المباشرة، عن طريق المنصة، عن طريق البيع النقدي خلال يعني داخل الأسواق، لبيع أكبر كمية ممكنة من الدولار. وصل اليوم 277-280 مليون دولار مبيعات يومي، وهذه أرقام الحقيقة تعتبر أرقام تاريخية. هل من الممكن للبنك المركزي أن يزيد هذه الأرقام لتلبية المالية العامة للدولة؟ أعتقد هناك شكوك في هذه المسألة، وبالتالي سيتشكل عنق زجاجة يعني يجعل المسألة تتعثر، والحكومة تبحث ربما عن مصادر أخرى. ما هي المصادر الأخرى؟ ربما تعظيم مسألة الإيرادات غير النفطية، اتجاه للجباية، أتمتة الجمارك، الضرائب، مسألة كذلك الاتجاه للاقتراض مثل ما ذكرنا. الأستاذ زياد، مثل ما تعرف كل هذه الحقيقة المفاصل كلها بيد الفساد وبيد الميليشيات، منافذ وضرائب. نعم. وغيرها. أشكرك الدكتور. نعم. طارق الأنصاري، اللجنة المالية البرلمانية وبعد التصويت أو تمرير الموازنة مال 24 قالت أن هذه الموازنة ستركز على المشاريع الاستراتيجية الحكومية، على المشاريع الاستثمارية، سيكون هناك دعم أكثر أوسع أعظم للقطاع الخاص والنهوض بهذه المشاريع. أنت قرأت الموازنة، هل تلحظ، هل تلاحظ، هل تجد، هل تتلمس هكذا أمل أو تفاؤل؟
الحقيقة مو كل ما يكتب يجب أن ينفذ. نعم. ترى حتى الموازنة اللي موجودة هي ترى موازنة تخطيطية. نعم. أما تجي للواقع فهي قد يجوز أكون ناقصة قبل واضح ما بين التخطيط وما بين الفعلي. فلذلك كثير من المشاريع لم تستطع المحافظات من التنفيذ لعدم وجود كفاءة في كيفية إدارة المال العام. الحقيقة هي أنت عندك 211 تريليون دينار، هذه موازنة ترى انفجارية، يعني هذه تعادل حوالي 6 دول مجاورة، موازنات 6 دول مجاورة. وهذا الموضوع الحقيقة دائما احنا نركز عليه، انه نقول انه الاقتصاد يجب ان يكون بمستوى الاموال المخصصة لإدارة البرامج. اما في موضوع الصحة، في موضوع التعليم العالي، في موضوع الخدمات، تلاحظ انه اكو هناك تحسن نوعي ولكن ليس بمستوى الاموال المصروفة. فلذلك أفت جاب ما بين المال المصروف وما بين واقع التنفيذ الحقيقي، بالرغم من أنه نشوف مشاريع موجودة. فلذلك هذه الأموال كلها هي يعمل عليها من خلال موازنة تعد من قبل وزارة المالية، والأموال الموجودة لدى البنك المركزي العراقي اللي هي نتيجة بيع النفط. صحيح أنه وزارة المالية هي اللي تستخدم الأموال، ولكن هي كلها تعتبر ضمن السياسة النقدية، ولكن السياسة المالية بالنفقات التشغيلية أرهقت الموازنة، وأصبحت الموازنة معرضة للاضطرابات ومعرضة للقلق ومعرضة لكثير من الاحتمالات. أي انخفاض بمستوى 3 دولارات لكل برميل، أي انخفاض يحدث للنفط معناه هنالك هزة في الموازنة العراقية لعدم وجود برامج. نعم. لعدم وجود ناتج محلي. دكتور إجمالي. أكو بعض الاقتصاديين اللي يحبون الحكومة أو في جانب الحكومة يقولون متفائلون للوضع المالي، وذلك بسبب أن البنك المركزي العراقي يملك احتياطيا ضخما من النقد، وأيضا هناك تدفق للنفط العراقي الأسواق، فهذه المخاوف أو الهواجس اللي تطرحها جنابك وآخرون ليس في محلها، ليس هناك، أرجوكم أن تنامون وتطمئنون. لا، هو الموضوع مو موضوع انه تحب حكومة او تكره حكومة. إيه؟ احنا ما يخصنا كاقتصاديين شكل الحكومة من هم. نعم. مو هذا الموضوع مالتي يعني. انا هذا يحمل اطمئنان دكتور، حتى الوقت يحمل اطمئنان انه البنك المركزي عنده احتياطي كبير، النفط يدفق. الاحتياطي هو ما من حق الدولة ان تمارس موضوع سحب من النقد من الاحتياط القانوني اللي موجود عند البنك المركزي. من يمنحها دكتور؟ من يمنحها؟ ممكن تروح لنا نقطة الدلوية. من يمنحها؟ ما يمنحها، بس البنك المركزي هو المخول عليه. هسه راح ارجعك الى حادثة اخرى. نعم. كبيرة. الدكتور سنان الشبيبي الله يرحمه، يرحم والديك، في وقتها ما قبل ان يستخدم الاحتياطي. نعم. تمام دولة. تمام. الاحتياطي هذا ملك الشعب، هذه يسموه حقوق ملكية الشعب، هذه موجودات في الدولة العراقية يحتفظها البنك المركزي حتى يستطيع من تقوية الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية. شكرا دكتور، واضح. خلنا نسمع. يضع استقرار للسوق. أشكرك، واضح جدا وشرح وافي. خلنا نسمع وجهة نظر ضيفنا زياد الهاشمي، أنه هذا النقد الأجنبي اللي موجود، الاحتياطي الكبير، تدفق النفط، الحقيقة يعطي نوع من الاطمئنان والراحة، وأنه وتبديد هذه المخاوف من أن نواجه ما سماها دكتور طارق اضطرابات أو زعزعة أو عدم استقرار مالي في العراق. نعم، يعني اتفق مع الدكتور طارق جملة وتفصيلا. هي هذه الاحتياطات المالية، نعم، هي تقدر اليوم حدود 110-111 مليار دولار موجودة لدى الفيدرالي الأمريكي وجي بي مورغان، يعني غيرها من المصارف الأمريكية. هذه احتياطات في تصرف البنك المركزي العراقي على أساس يعني يحدد الكتلة النقدية التي يدعم الدينار العراقي مثل ما تفضل الدكتور، وليست هي مسألة أنه تحويل كل دولار يباع أو كل دولار يأتي من مبيعات النفط
للمالية العامة لغرض يعني استهلاكه أو صرفه. بالتأكيد هي ليست كذلك. نعم هذه تعطي قوة للموقف المالي للدولة المستقبل. العراق إذا يريد يستدين مثلا من المؤسسات المانحة الدولية لديه موقف مالي كريدت سكور يعني مثل ما يطلق عليه دولي، وبالتالي يقدر يحصل على قروض بأحجام يعني كبيرة بنسبة فائدة تفضيلية وجيدة. هذه واحدة من الميزات اللي ممكن يحصلها العراق على هذا الأساس. المشكلة مثل ما ذكر كذلك الدكتور طارق أنه الحكومة ضغطت فعلا على في مراحل سابقة على إدارة البنك المركزي للاقتراض، وكان هناك رفض من دكتور سنان الشبيبي. اليوم البنك المركزي يمارس ممارسات غير قانونية من خلال أقراض الحكومة. هناك اليوم ديون متراكمة، قروض متراكمة من البنك المركزي يعني لصالح الحكومة العراقية يجب أن تسدد. هذه ليست نموذج اقتصادي صحيح. لا، البنوك المركزية لا تقرض الحكومات، لكن هذا الحقيقة يتم في 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 الحكومة والوضع الاقتصادي الراهن. هذه جملة من الإشكاليات. البنك صندوق النقد الدولي ذكر بشكل واضح أن العراق اليوم يجب أن يكون سعر البرميل دوليا 94 دولار حتى يستطيع أن يصل إلى يعني معدل التوازن ويتجاوز مسألة العجز. لكن احنا اليوم نتكلم على انخفاضات في أسعار برميل النفط 94 دولار، هذا ربما رقم حالم جدا ولن تصل له الأسواق إلا ربما بعد سنوات، وبالتالي مسألة العجز يعتبر مشكلة مزمنة. على الحكومة العراقية إيجاد فعلا حلول فعالة للتعامل مع هذه المشكلة. دكتور طارق، هناك من يتحدث أيضا عن تحدي يواجه الوضع المالي في العراق والموازنة، وهو مسألة تسديد الديون الداخلية والخارجية وفوائدها المتراكمة، وهذا سيؤثر سلبا على الأداء الحكومي في الخدمات، في المشاريع الاستثمارية وغيرها من أبواب الصرف. ممكن توضيح لهذه النقطة الديون الداخلية والخارجية؟ موضوع الديون الداخلية، احنا ليش قلنا هنالك ارتفاع في الدين الداخلي من 66 إلى 73 تريليون، يعني بحدود 60 إلى 65 مليار دولار. الحقيقة هذا هو الدين الداخلي. الدين الخارجي، الحكومة الآن تسعى إلى تغطية الدين الخارجي، وهذا هو الطريق السليم والصحيح. الدين الداخلي بالإمكان معالجته بكثير من الأمور، معالجته بالمستلزمات، معالجته باللوازم، معالجته بالخدمات، تقدر لهذا الدين الداخلي. وأقرب الدين الداخلي هو ترى من المصارف الحكومية، يعني الرافدين والرشمين والتي بي اللي هي أقرضة الحكومة يعني، وليس البنك المركزي. البنك المركزي فايت بغير موضوع، فايت أنه يريد يغطي السلع والخدمات المقدمة. ولكن هو هذا السؤال الجوهري اللي احنا نريد نسأله، أنه هل حجم العملة المصدرة هي مقابلها سلع وخدمات أم لا؟ هذا من يحددها؟ تحددها هيئة المنافذ الحدودية، تحددها الجمارك، ويحددها الضرائب، لأنه هذه كلها عليها ضرائب. ولكن إحنا نباوع أنه الضرائب خلال هذه السنة ما يعني فات رقم كلش ضئيل بالنسبة لحجم المواد الداخلة حسب المنفستات وحسب الأوفرات اللي دخلت إلى العراق. المفروض هذا الارتفاع مالته عندما تقدم أنت يومياً بحدود 280، معدل 275 مليون دولار، إذا أنت عندك بالشهر حوالي 6.3 مليار شهرياً يخرج لهذه الأغراض. هل تدخل العراق هو فعلاً يحتاج أنه شهرياً 6 مليار دولار حتى يغطي نفقاته وخدماته ومستلزمات؟ هنا وين لازم تذهب الحكومة؟ تذهب إلى تنشيط القطاع الخاص. القطاع الخاص العراقي ترى مهمل، يعني عدم وجود رعاية إلى بالرغم من أنه يلتقون مع أصحاب المصانع والمعامل وهذه ويعطوهم وعود، ولكن القطاع الخاص مهمل جدا. فلذلك احنا من النقاط اللي وضعناها حتى تنهض بالناتج المحلي، يجب أن يكون مستوى تنفيذ القطاع الخاص للناتج المحلي على لا يقل عن 18% من الناتج الإجمالي للدولة العراقية. ولكن هسه الآن القطاع الخاص لا، من 1.5 إلى 2% بشكل معادي، وإحنا نستورد أكثر مما ننتج، وهذه مشكلة كبيرة يقع فيها الاقتصاد العراقي وتقع فيها الدولة العراقية ما لم يتحقق هنالك ناتج محلي يستطيع أن يغطي جميع مستلزمات الحياتية.
احنا بنسمع انه الحمض الان راح يكون عندنا اكتفاء ذاتي حسب تصريح وزير التجاره لهذا الموضوع. حقيقه هذا خبر مفرح انه لما احنا نغطي البطاقه التموينيه بدون استيراد، ولكن هل الفاسدين سوف يسمحون بان يتوقف الاستيراد؟ الحقيقه كشف قبل فتره كلام او وضع تصريحات انه الدوله تستورد حنطه من الخارج فتدمج مع الناتج المحلي وتقول انه كل هذا انتج محليا. هذه تدري شو باو، احنا بالاقتصاد ما نعتمد على الحكي، احنا نعتمد على الارقام الصحيحه. تمام. والتحليل يعني حسب المنتوج اللي موجود هنا. احنا نعرف الدون الواحد من الزراعه يعني جرين ايكونومي يعني الاقتصاد الاخضر. نعم. عندما يشتغل هذه يقول الدونم يشكل عندنا مثلا الانتاج اي محصول هو 750 اللي هو درجه اولى. نعم. يعني 3 4 طن ينتج يوميا يعني الانتاج المحاصيل. نعم. هذا اللي موجود. نعم. ولكن هنا الجوده مالته هي جوده حقيقيه بحيث انه يقدر المواطن يستخدم. انا ضاوع هنا موضوع الرز وموضوع السسمه وهذا. واضح. هذه حقيقه احنا اكو عندنا لازم المنشات والمصانع اللي بحدود 6000 معمل ومصنع مدمر المفروض يجب اعادته مع تنشيط وتفعيل. اشكرك واضح الخاص. دكتور اشكرك. شكرا. استاذ زياد، يعني ما هي اخطر الصدمات التي قد ينتجها هذا الاصرار على الإنفاق أو التوسع في الإنفاق التشغيلي الحكومي والمراهنة والركون إلى أسعار النفط والاطمئنان إلى أنها مرتفعة أو في ارتفاع؟ أخطر صدمة قد يتعرض إليها الاقتصاد العراقي وقد يفوت الأوان ولا يمكن معالجتها. نعم، يعني أنا ربما وصفتها في واحدة من الكتابات السابقة. احنا اليوم عندنا أعراض أو بوادر المرض الهولندي يعرفه الدكتور. نعم. طارق. نعم. الاعتماد العالي على مسألة النفط. نعم. البلد يتجه للاستهلاك لا يتجه للإنتاج، وهذه الريعية العالية التي سببها الإدمان على برميل النفط. نعم، في يوم من الأيام، وهذا يعني مر سابقا خلال السنوات السابقة عام 2020 خلال فترة الوباء انخفاض سعر برميل النفط. لا يوجد بديل الحقيقة، أنه العراق أو الحكومة ستواجه مصير مجهول، ستدخل في نفق مظلم غير معلوم ما هي كيف ستخرج من عنده. نعم، لديها اليوم ربما بعض الوفرة المالية، لكن لدينا عجز متراكم سنة بعد سنة. احنا كل حكومة يعني كل سنة تورث الحكومة عجز من السنة السابقة لا يتم الحقيقة تغطيته. عدم مسألة الاقتراض. ربما واحدة من الحلول هي مثل ما تفضل دكتور، يعني التحرك باتجاه التنويع الاقتصادي، تخفيف من الحكومة تخفف من كاهلة تشارك مسألة الانتاج والتصنيع والتصدير وغيرها القطاع الخاص. مسألة الانضباط المالي هذه ربما هي واحدة من المسائل التي يجب أن تتجه إليها الحكومة، ضبط مصاريفها، مسألة التقليل في مسألة أبواب الصرف، تقليل مسألة الاستهلاك، إدارة الموازنة بشكل أو إدارة المالية العامة بشكل أكثر كفاءة وأكثر فعالية. يجب أن تتوقع الحكومة أن يكون هناك يعني إحداث حدث اقتصادي قد يعرقل مسألة اختلالات اقتصادية. في المستقبل نحتاج موازنة يكون هناك سعر برميل تحفظي، نتكلم عن 60 ربما حتى 55 دولار. الدول الخليجية هذه المستويات اللي تحطها. احنا اليوم نضع ارقام متفائلة اكبر من سعر السوق الدولية في سعر البرميل النفط لغرض الحقيقة التستر على الرقم الحقيقي للعجز. بالتالي يجب ان تستشعر الحكومة ان هناك مخاطر قادمة ان استمرت على نفس هذا المسار. دكتور طارق الأنصاري ويانا. دكتور، إذا هذه الموازنة يبدو لن تكون استثناء من الموازنات السابقة أخواتها في مواجهة نفس المشاكل ونفس التحديات، وبالتالي نفس المآل ونفس النتيجة ستنتهي كما انتهت السابقات لو وضعها مختلف. أكيد أكيد أكيد. لا أخو، اختلاف واضح الحقيقة بالبرنامج الحكومي. شوف أنا دائما ركز على البرنامج الحكومي، يجب أن يكون دفاعنا عن هذا الإجراء هو مو بقصد السلبية وإنما بقصد التشجيع. يعني يجب أن نشجع الحكومة بالاتجاه لتنويع مصادر التمويل لغرض سد
الموازنة حتى يستطيع أن دكتور هذا الكلام صار له 20 سنة الاقتصاديون والمختصون يشجعون على تنويع مصادر الدخل والإيرادات وتعظيمها وعدم الاعتماد على اللي 95% من مفردات الموازنة تأتي من النفط. أكيد يعني هذا إحنا مؤشر هذا من 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 عشرات السنين الحقيقة أشرنا إنه قلنا يجب أن يتحول الإيراد النفطي ليس هو المعول الرئيسي في إدارة المنظومة الاقتصادية أو تحريك المال العام أو المالية العامة، يجب أن يتحرك الناتج المحلي للقطاع الخاص حتى يقدر ينهض بالمهام اللي ملقى على عاتقه وبعدين تنشيطه من الضروريات. أما موضوع الاستطابات وموضوع الحكي وهذا شو اسمه هذه حقا أنا ما أعتمد عليها، أنا أعتمد على البيانات المقدمة لي وأستطيع أن أحللها. نعم. بالتحليل هو راح يكون انعكاس الأداء الحكومي. الحكومة إذا تعمل يجب أن نشجعها الحقيقة، نشجعها في أنه تنفيذ البرامج، ولكن نحن نعلم المعوقات التي تقف أمام الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي. فلذلك دائما احنا قلنا يجب أن تنسلخ السياسة عن الاقتصاد، الاقتصاد علم قائم بحد ذاته، السياسة تاريخ. يا أخوان يجب أن لا تضعوا العرب قبل الحصان، يجب أن يكون هسه دكتور احنا الحكومة نشجعها الله وكيلك، هسه مستعدين نروح الملعب الشعب وظل نصفق ونشجعها. لا لا ماذا تسمع؟ أقصد هنا التشجيع هو مو صفق لا، أنا أقصد هنا التشجيع أنه نقدم لها المشورة الاقتصادية الناجحة. ماذا تسمع؟ أنتوا ده تقدم أنت والأساتذة بس ماذا يسمعون؟ أي ما يخالف، أنا المشكلة مالتي قلت لك أنا مو مشكلة أنه الحكومة، أنا المشكلة عندي الأداء. نعم. الأداء وكفاءة الأداء. نعم. أسأل اللوازم والمستلزمات يجب أن تتوازى مع النقد المصدر. هذه كلها الحقيقة انتقادات قلت لك هي. هو الاقتصاد ترى هو سياسة نقدية ومالية واستثمارية. نعم. نعم. ويعتمد على هرم واحد وهو الإيراد النفطي، هذا العراق هو اللي يشتغل الشكل. أما عملية الحوكمة والتنمية المستدامة التي يجب أن تدار بأيادي أمينة بهذا الاتجاه، أعتقد هذه أكبر نكبة اللي وقع بها الاقتصاد العراقي عندما رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ب 25 نمرة مما أثقل الموازنة، ولحد الآن الموازنة العراقية تشتكي من هذا، ولم يستطيع تستطيع الإدارة المالية من تضع حد للسوق الموازي الذي أصبح سوقا فاسدا تتحكم به كثير من الأيادي الخبيثة والفاسدة لضرب الاقتصاد العراقي. الاقتصاد العراقي 132 عندنا، ليش ما تشتغلون عليه؟ ما يشتغلون عليه لأنه أكو أيادي كبيرة ومتوسعة في طبوط موجود انه بالسوق الموازي باشخاص متعدده. هذه هي المشكله اللي هي بالعراق، الهويه الوطنيه والاراده الوطنيه. شكرا. هي اللي تستطيع ان تصل الى هذا. شكرا الشغل. لضيفنا الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الانصاري عبر سكايب، شكرا لضيفنا من لندن الخبير الاقتصادي ايضا الاستاذ طارق الهاشمي، كان معنا في حلقه الليله من طاوله حوار. كما اشكركم مشاهدينا الكرام، والى ان نلتقي في الاسبوع القادم في امان الله.